الآن وحصرياً مرحبا مرحبا عدد خط القلم جديد وعدد ما مشت خطوة وزع القدم وعدد ما نعقد نيه وزع الحرم تكريم مرحبا هاي لعد سيلة في حافلة خالد خالد بن خميس راعي لا ولا أو من خارج خالد بن خميس راعي لا ولا ترقبوا الجديد والحصري في عالم الصوتيات ليس لا 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 مرحبا مرحبا عدد خط القلم وعدد ما مشت خطوة وزع القدم وعدد ما انعقد نية وزار الحرم مرحبا هاي لعد السيل في حافلة خالد خالد بن خميس راعي الأولى يا لا 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 خالد بن خميس راعي الأولى لا خميس بن علي وطيني جاليني لا لا فالضايف يتبشر بسمنا وزمين يشهد الغايبين ويشهد الحاضرين النبو خالد بعلم مع الناس تنعت مدته وافيه والامه تجمله يا لا 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 مدته وافيه والامه تجمله جنبه علي صليب الشوري ما هو بخيل يعتني بالضيوف ويقهر المستحيل امدحه انت عزوتي عبد العزيز حزام الظهر وعلين وقف جنبك يدوس الخطر وعلي تثبت اقدامه ويرقى شوالد واغلب الناس فيكم تضرب الامثله يا لا 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 واغلب الناس فيكم تضرب الامثله القفريال شموال صفا والقفعي أهل مذهب من قديم الزمان والمنازل على التاريخ شاهد عيان جبال المسود طول المدى ما تهدد لا براكين تهدمها ولا زلزلة يا لا 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 براكين تهدمها ولا زلزلة مرحبا مرحبا عدد خط مشت خطوة وزع القدم وعدد ما انعقد نيه وزار الحرم مرحبا هاي لعد السيل في حافلة خالد خالد بن خميس راعي الأولى يا لا 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 خالد بن خميس راعي الأولى دا خميس بن علي وطيني جاليبي لا لا بالضايف يتبشر بسمنا يشهد الغايبين ويشهد الحاضرين النبو خالد فعله مع الناس تنعت مدته وافيه والامه تجمله يا
تكمله جنبه علي صليب الشوري ما هو بخيل قعدني بالضيوف ويا قهر المستحيل امدح واذني امدح وراسي طويل طالما ان الجمايل ما لها الداع علي علي كيف نرضى عن امدح ونتجاهله يا لا 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 كيف نرضى عن امدح ونتجاهله والف مبروك يا خالد على كل حال يا خالد دام تفرحك سنين طوال اللي مثلك شر القلب وخش مريال فعله يشرف الأعمام والخال والجد وانحصل طيب ما مستغرب من هذا يا لا 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 وانحصل طيب ما مستغرب وأخوانك لابس جنبك في العسر وانيسر انت عزوتي عبد العزيز حزام الظهر وعلين وقر جنبك يدوس الخطر وعلي تثبت اقدامه ويرقى سوالد واغلب الناس فيكم تضرب الامثله يا لا 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 واغلب الناس فيكم تضرب الامثله القفعيه لشم في أعلى مكان والقفعي أهل مذهب من قديم الزمان والمنازل على التاريخ شاهد عيان جبل المسود طول المدى ما تهجد براكين تهدمها ولا زلزلة يا لا 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 لا